السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. مرحبا بكم من جديد وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو النتيجه ديال هاد 3 ايام هادو. المهم انا غادي نقول لكم النتيجه شحال نزلت، وبزاف الاخوات اللي نزلوا كنقول لهم برافو عليكم، واخا انه كان صعيب يعني كملتوا حتى الاخر مزيان، والله الا برافو. ما عندي ما يتسالكم، كاين اللي نزلات كيلو 700، ولكن واحد الاخت ديجا في انستغرام قالت لي نزلت كيلو 700. المشكله هو انه ما دارتش رياضه، ما دارتش المشي نهائيا، خدامه وبرافو عليها لانها خدامه في سناك يعني بلاصه فيها الماكله، وشدت راسها ودارت الريجيم ونزلت كيلو 700 واخا يعني ما دارت لا رياضه لا والو. كاين بزاف اللي نزلوا، كاين اللي نزلت 3 كيلو في يومين، كاين اللي نزلت 4 كيلو في هاد 3 ايام، كاين اللي نزلت 2 كيلو، كاين اللي نزلت 3 كيلو، تبارك الله ما شاء الله. المهم كاين انقاص الوزن. المهم وحده لحد الان اللي وصلت 4 كيلو في 3 ايام، كنقول لها برافو عليك، شابو. المهم بالنسبه لي انا غادي نخلي لكم الميزان شحال بديت وشحال هاد النهار لقيت. بالنسبه لي انا كما عرفتوا ما تحركتش هذوك الايام، كنت مريضه. يلا هاد النهار عاد غادي نخرج، كنت مريضه ما تحركتش، ما مولفه غير كنخرج نتمشى على الاقل ندير ديك نص ساعه ديال المشي ولا، ولكن ما درتهاش. هذاك الشيء علاش ما نزلتش يعني فريمون داك الشيء اللي كنت باغياه. انا غادي نخلي لكم هنا شحال كنت وشحال رجع فيا. في الحقيقه ما كانتش فيا 66، كانت فيا 65.8 65.8. الحمد لله نزلت يعني درت انا 66 باش هكا نشوفها ونقول عطيفه 66 قربت لها، مابقى والو 200 غرام شنو هي مابقى فيها والو. المهم دابا راني في 63 و100، يعني نقصت 2 كيلو 900. 2 كيلو 900 راهي ماشي شي حاجه اللي سهله، مع انني كما قلت لكم ما تمشيتش. لو كان درت الرياضه نقدر نقول لكم يعني نقدر نكون درت نقص ديك 3 كيلو شي حاجه. يمكن داك النهار عاوتاك اللي مرضت فيه، لو كان داك النهار ما مرضت فيه نقدر عاوتاك نكون نقص اقل، لانه داك النهار اللي مرضت فيه ما كليتش بزاف، مع انني كليت الفواكه بزاف، كليت الفخوي بزاف داك النهار اللي ما درتش فيه الريجيم، يعني اللي حبسته ومن بعد استأنفت، يعني راني كليت الفواكه بزاف الفخوي بزاف. يعني داك النكتارين الخوخ هذا، المهم غير الحاجه الحلوه كليت. المهم كنت باغي غير شي حاجه بارده على حسب الحلاقم، داكشي علاش كليت غير لي فخوي. المهم الحمد لله على كل حال، اللهم هادشي ولا والو كاع. نتمنى حتى نتوما من جهتكم تكونوا نقصتوا وتكونوا تشجعتوا باش هكا تزيدوا تكملوا. مازال ديروا بحال اللي قلت لكم، من نهار الرابع ونهار الخامس من موراه يعني من نهار السادس زيدوا مثلا تاكلوا الخضار، كلوا البروتين، كلوا صحي، بعدوا على المقليات، بعدوا على الحاجه الحلوه السكريات اللي ما فيهمش فائده. حاولوا تدخلوا شويه تاع الفخوي نهار السادس، حاولوا نهار السابع تدخلوا شويه ديال الفخوماج، فهمتوا؟ شويه بشويه حتى يتاقلم الجسم ديالكم، ولكن بكميه قليله من طبيعه الحال وكميه معقوله. ومن بعد ديروا نظام صحي، اما كما قلت لكم صيام متقطع ولا احتساب السعرات الحراريه اللي بغيتو نتوما. وابخي الا بغيتوا واحد السيمانه ترتاحوا فيها والجسم ديالكم حتى هو يرتاح، حتى هو تغشوا الجسم ديالكم، ومن بعد بغيتوا تعاودوا له، بغيتوا ديروا اي ريجيم اخر تقدروا ديروه. المهم هو انه ما ديروش هذا الريجيم المده يعني طويله بزاف، لانه تقدروا. انا شديت ديك الوقيته ما عرفتش، حيت كانت عندي واحد الحماس، كانت عندي واحد الاراده انني ننزل دغيا، فهمتوا؟ الا عندكم الاراده وعارفه راسكم ما غاديش يعني تطيحوا في البياج انكم صافي تملوا وتطيحوا على اي حاجه تاكلوها، ديروه. الا ما تقدرولوش من الاحسن حبسوه وديروا كيف ما قلت لكم، من بعد رجعوا له ماشي مشكل. فوالا هادشي اللي كاين. المهم انا دابا غادي نخليكم غادي نفطر، ندوز نفطر، غنشارك معكم فطوري هاد النهار اللي غادي نفطرو، وغادي نمشي ندير الجرعه الثانيه مادام انني مزيانه. وما كذبش عليكم يعني نهار الاثنين غادي نبدا انا الخدمه. ديجا صيفطوا لنا ميل، خصنا او ماكسيم يعني او بلوتار لو 30 سبتمبر يكون على الباس سانيتير، وباش هكا حتى انا يعني يبقى لي الوقت الى ربما كانوا شي عوارض الله يستر، ما نتمناهمش يا ربي، نقيس الخشب ما نتمناش انها تكون شي حاجه، على الاقل على الاقل بعدا
نشوف. مهم نديرو وهكا فيا فيا شخلام ولا اللهم نديرها ونتهنى منها هكا باش نربح الوقت. من بعد ان شاء الله الا كانوا مهم نشارك معكم الاعراض، الا كانوا اعراض يعني زوينين ولا خايبين نشاركهم معكم كيف ما بغاو يكونوا، نشاركهم معكم باش هكا تكون عندكم فكره. اللي دارت انا درت موديرنا، اللي دارت موديرنا وباغيه تعرف عليها اكثر. وما نكذبش عليكم يعني كل وحده والجسم ديالها، كاين اللي الجسم ديالها يتقبل كاين اللي ما يتقبلش. المهم نهضروا في هذا الشيء من بعد ان شاء الله الا كانت شي حاجه ما مزياناش ما عارف. المهم ما نقدرش نسبق الاحداث، غادي نخليو هذا الشيء كامل كل حاجه وبوقتها. صافي يلا انا غادي نمشي ناخذ الوجبه ديالي. واخا فقت مع 8 ونص راني ما فطرتش يعني حتى وزنت راسي وعاد وشربت قهوه وهذا. دابا عاد غادي نمشي ناخذ الوجبه ديالي مع تقريبا 11، دابا ما وصلاش ولكن تقريبا نقولوا 11 عاد. وغادي نكمل نهاري معكم، نمشي ندير الفاكسان، نمشي نكمل نهاري نشوف شنو غادي ندير. الا كان شي حاجه نشاركها معكم ان شاء الله علاش لا. صافي يلا بقاو معايا. بالنسبه للفطور انا ما غاديش ناخذ قهوه حليب، اللي بغات تاخذ قهوه حليب تنقص من الحليب ودير قهوه بزاف. انا هنا هذا الحليب ديال اللوز كيتباع هكاك في الساشي يعني ناشف مع القهوه، درته غير هو والماء، ما كمزت لا سكر لا والو. خديت هذوك جوج تاع لي طوز درت معاهم معلقه صغيره ديال العسل وهذيك الفخوي وحده خوخه. المهم انا خديت شويه ديال الحلاوه على حساب التلقيح وصافي باش ناخذ دوليبخان قبل ما نمشي. وراكم عارفين المهم ناخذو حسن ما ندير شي مالاز. هنا بالنسبه للبولين كناخذو، غير جيت نفكركم به اللي من الاحسن تاخذوه هكا باش المناعة وصافي. هنا جيت للتلقيح. انا كنهضر مع صاحبتي هي اللي قالت لي جيب قبل ما نبدا ندير الناس هكا باش على الاقل يكونوا الناس ماشي بزاف. Pas de pansement? Si, si, j'ai un pansement. Okay. Si, si, j'ai un pansement. La dernière fois, c'était dur une semaine. C'est la deuxième là? Oui, c'est la deuxième dose. D'accord. Okay. Ah, vous l'avez jamais eu alors? Vous... Le. Covid. Non, non, non. Mais la dernière fois, cette plante là, elle était dure, rouge, ça me piquait. C'était ouais, une semaine. Moi, je l'ai fait là, là, au début de semaine, pour me dire ça a été. Ah, bah, mon mari aussi. المهم هنا كما كتشوفوا سلمني شويه ديال الدم، عرفت غادي تزرق لي البلاصه 100% غادي تزرق غادي تحرقني. المهم تسنيت ربع ساعه على حسب باش يعطيولك الورقه يشوفوا الا كدرتي شي مضاعفات تما. صافي الحمد لله كلشي داز مزيان، ربع ساعه دازت عطاتني الورق ديالي وغادي ندخل دابا. حيت جاني شويه ديال البرد رجعت للدار بتلت عليا حيت جاني البرد بهذاك اللؤو. نخرج دابا. المهم راني خارجه، نخرج دابا راني خارجه، خصني نعمر لاكارت ديالي ديال الترونسبور لشهر تسعود، حيت ملي كيقرب الشهر كيكون كتكون النوبه عامره كيكونوا هاد. غنقلب لكم شي ما خصني اب شاكا راني ديبوزيت ليا اختي غير باس ديبوزينا هاشا. صافي هنايا فورفي دو موا دو سبتمبر zone la zone 1-5 et on n'a pas le choix et valider ou d'abord al-khlas ya khti al-khlas 75,20€ ou la kin nfdem hna hna ya katkhlas nnas voilà ghadi nbdaou ala raki ti chemise ou la kin mchi dik chemise lhara ana deja jani lbrd kbir hadak jili khfif ou la chemise khfifa shnou ghadi nqol lkom دابا حاسه براسي شويه كيضرني بلاصه ليبر حتى هي كضرني، مي راسي بدا كيضرني بصراحه مع انني خديت دوليبخان مورا الفطور قبل ما نخرج. الله يستر وصافي. المهم باش ما كان ان شاء الله غادي نقول لكم الاعراض ديال دوزيام دوز باش هكا غير فكره للناس. مي ماشي اي كور بحال اي يعني ماشي اي جسم بحال جسم اخر. شاك كور اي ديفيرون و ليميتي لي فيه هو المهم بزاف ديال الحوايج. المهم راني نقول لكم شنو داس معايا انا فوالا شخصيا. يلا نكمل
الدوران ديالي قبل ما يشدني، ولكن شت راسي صغيره عليا ندخل للدار. بالنسبه لجولي غويال البنات راه تقدروا تلقاوها حتى هنايا في لي غوند سيرفاس، كانت مول فين كيجيبوها هنايا في كارفور، ولكن دابا ما بانت ليش تلقاوها هنايا في الجهه ديال العسل، غادي تلقاوها غير هي الثمن ديالها مرتفع شويه، فهمتوا؟ اللي زعما ما عندهاش المغازان بيو حداها، كيكم اللي ما حداهاش مغازان بيو تقدر تاخذها من لي غوند سيرفاس. راه كنت كنشوفها انا هنا في كارفور ولكن دابا ما بانت ليش. المهم انت محكم مزيان في الجهه ديال العسل راه تلقاوها صافي. انا غادي نكمل التقضيه ديالي، كاين الموسيقى راسي عاد باقي كيضرني، وحاسه براسي ما مزيانش، هذا ما يبداو كيضروني كتفي كيضرني شويه حتى هو. المهم غادي ندخل للدار ونهضر معكم باش نقول لكم حتى يعني كيفاش داز داكشي وهذا صافي، ونوريكم شنو تقضيت. التقضيه اللي خديت، خديت شويه ديال البنان، خديت شويه ديال الكرموس تشهيتو، ولكن غير عرفتو ولا 5 اورو الكيلو كلشي. ما كياكلوش انا ولادي، ما كياكلوش راجلي، كناكلو غير انا. خديت الفريز، خديت جوج نتاع لي باركيت، خديت الهنديه. المهم هما ماشي فان فان عقل العام اللي داز، حيت انا اول مره هاد العام غادي ناكل الكرموس وغادي ناكل الهنديه. كاين اللي كيقولوا الكرموس الهندي. المهم العام اللي داز عقلت مكلاوهاش، يعني غير داقوها، قلت غادي ندوقهم بغاو ما بغاوش، المهم ناكلها بوحدي. لافوكا بطبيعه الحال، خديت هاد الطوست هذا اللي دائما كنهضر لكم عليه، المهم البنات اللي دخلوا جداد وداكشي. هاد الطوست هذا ما فيهش الكحول، يعني تقدروا تاخذوه ما فيهش الكحول يعني، وفيه ناقص 40% ديال لا ماتيير غراس، يعني ما فيهش بزاف ديال لا ماتيير غراس. البيض كانوا دايرين بروموسيون في بزاف ديال الحوايج، هذا كان تشري هادي والثانيه يمكن ناقص 30% ولا بحال هكا. المهم كانوا بزاف ديال البروموسيون في كارفور، ما كتبش عليكم، ما صورتش بزاف لان ما كنتش مزيانه. خديت لولادي ندير لهم بلاتي هذا صافي فخوماج. غادي نشوف انايا شنو غادي ندير ليا انايا، راجلي عنده الماكله ديالو دونك سي بون، غادي نشوف انا شنو ندير. المهم خديت الطون حيت ديك الايام طحنا على الطون. خديت هاد الدجاج هذا زوين كيعجبهم ولادي، هاد البطاطا هادي حتى هي صغيره اللي كدار في الفران ولا في المقله كديرها مع غير الزعتر. المهم دابا نشاركها معكم الى ساليت. وخديت عاوتاك شويه ديال الشلاضه، هلا هادشي اللي التقدير اللي درتها. يلا وصلتني هادي اللي كنت باغيها. المهم البنات اللي متبعيني في انستغرام غادي يعرفوني انا من كنهضر. قبل ما نمشي فاكونس كنت كنقلب على هاد الباسكيت هادي في لي ماغازان ديال كوغيغ، ما لقيتهمش، قلبت في لي زوطخ ماغازان فوت لو كور داكشي ما عندهمش هادي. كاين هاد لا مارك ديال نو بالونس ولكن ما عندهمش هادي اللي بغيت انا. هادي انا النهار اللي مشيت للكوافير شتها في رجل ديك جيجي اللي خدامه عند الكوافير وعجبتني، حمقاتني، كانت لابساها هي عاوتاك مع السروال ديال الثوب كحل ولكن عريض ماشي مع هادي، وجات كتصطي كتحمق. المهم شتها قلت هي اللي خاصني، قالت لي لا تفار تلقيها غير في المغازان ديال كوغير. مشيت المغازان ديال كوغير اللي حدا الخدمه قبل لي فاكونس، لقيت غير النمره 40، ما لقيتش النمره ديالي. بغيت نكومونديها سوغ انترنيت، قالوا لي 3 ايام 4 ايام عاد تجيك لا ليفريزون. وحنا كنا غادي نمشيو يعني الليله ديال الجمعه والسبت، وما غاديش توصل مورايا، قلت غادي توصل مورايا ما غاديش يلقاوني. المهم قلت حتى نرجع ان شاء الله من الفاكونس، دابا كومونديتها هي وصلتني. و اليبوك خديت واحد اخرى، الا لقيت الفيديو اللي كنت صورته لحنان شاركت مع حنان، حيت حنان لقاتها وشراتها. الحاجه اللي نوصيكم عليها هي لا مارك نيو بالونس، هي هذه الحاجه اللي نوصيكم عليها. شو الكارطونه وصلت حيت لا ليفريزون وصلت معبزه. الحاجه اللي نوصيكم عليها هي خذوا نمره صغر من النمره اللي كتلبسوا. الا كنتو كتلبسوا 39 خذوا 38، كنتو كتلبسوا 38 خذوا 37، فهمتوا؟ كيجيو فنين في اللبسه. انا خديت واحد اخرى قبل ما نسافر، كما قلت لكم غادي نخلي لكم هنايا التصويره، حتى هي زوينه بزاف ولكن هذه خطيره. هذه في اللبسه كتجي كتحمق وصراحه زوينه. حنان خداتها، حنان شانيل كانت خداتها وكتوريتها لها، وهي لقات النمره ديالها ولقاتها في المغازه دونك خداتها وعجبتها ومريحه. الناس اللي كيبغيو لي باسكيت مريحين، حيت هذا توب، هذا اللي سميتو تيسو يعني خفيف. انا عندي مشكل في رجلي، هذه ما وجعتنيش، لا الاخرى يعني لا مارك هذه يعني هذا لو ستيل هذا ولا الاخرى ما وجعونيش في رجلي، نقدر نلبسهم
نطوط بهم نهار كامل ما كيضروا ما والو. المهم غير غادي نشارك معكم هكا باش اللي سي الا كانت شي وحده مهتمه فوالا. هاتوني الله ساليت الجميع. في شويش ديال البرد العيا بداني مع شويش العيا حيت خرجت ورجعت وكنت واقفه واش مورا المرض يعني وما عرفتش. مهم حاسه براسي بديت كنعيا شويه. شنو بغيت نقول لكم بالنسبه للماكله؟ ما نكذبش عليكم ما فيهاش الجوع وما كلاو. انا ما كليت حتى شي حاجه بعدا ما نحلفش على هنديه. كليت الهنديه، كليت واحد الكرموسه، كليت لي فخاسه الهنديه، واحد الشوكه دابا في صبعي ضراني. كليت واحد قلت لكم الهنديه وكرموسه، وكليت شويه نتاع لي فخاز، واحد لو بول ديال لي فخاز هو اللي خديته. دابا بغيت ناخذ قهوه حيت راسي ضرني. خديت دوليبخان حيت خديت واحد دوليبخان مع 11، دابا راهي 5، دونك خديت دوليبخان اخرى على حساب راسي. وقلت راه ندير واحد لاطاس ديال القهوه كبيره صافي، وغادي نلبس بيجامتي لاني حاسه براسي يعني فريمون عيانه. ما عرفتش هذا الاحساس في شكل، وعنقي بدا كيضرني هنايا راسي هنايا هنا. المهم عندي بحال عندي شي حاجه و لو كور ديالي كلشي فاتيغي. ما يمكن حيت خرجت شحال هادي ما خرجت وخرجت وتقضيت وداك جو سي با. المهم نقدر نقول لكم انني شوي فريمون فاتيغي، جو مي سون با بيان. صافي نشرب قهوه ديالي، لبس بيجاما ديالي، وهادشي ما كاين. نسد معاكم الفيديو هنايا. بغيت نقول لكم حقا واحد تعقلوا على هادو، كنت شاركت معاكم ملي كنت فاكونس هاد لي باغ. عاينو نجيب لا بواط. يا ربي انا درت طاسه ديال القهوه، هذا غير يشم ريحه الماكله، يسمع ريحه كنقلقه في شي بواطه ولا صافي، ويحل عويناتو. هاد الفير هذا ماشي فير، ماشي فار. شوف فين كيجي، شتو فين كيجلس حدانا هنا ديال البلاصه اللي كناكلو فيها. ديري له هاد البوف هذا هنا كيجلس، راه فيه النعاس وسمعني كندير الحس بهذا وهو يفيق. هادو كنت شاركتهم معكم، راه ملي شريتهم ملي كنت في الفاكونس من تما ما كليتهمش. دابا جبت قلت ناخذ وحده مع القهوه. في الحقيقه في هادو كاملين انايا عجبني هذا في ديال الكرومبري، فيه اللوز كرومبري والزبيب جو بونس فوالا، هذا هو اللي عجبني المذاق ديالو. ديال في الكوك شويه ما با ترو بوف. هذا ديال الفخاز تا هو بوف يعني ماشي شي حاجه. اللي عجبني انا هو هذا يعني سي جدوى غاشتي هذا، ولكن خصني نكمل هادو راني كما قلت لكم بطره عامره مازال ما حديتش. يلا دابا غادي نقول بسم الله، غادي ناخذ هذه مع هذه الطاسه، هذا البير هذا ديال القهوه بالنسبه للبنات اللي يبغوا ياخذوه صافي. المهم الغزالات نخليكم. كتبوا لي نتوما في التعاليق شحال نزلتوا من كيلو هكا باش تشجعوا البنات اللي غادي يبداو من مورانا. بالنسبه لي انا ما غاديش نزيد ندير يعني شي ريجيم سريع، انا غادي نكمل في صيام متقطع. غير شنو غادي نحاول نقص الكميه ديال النشويات والسكريات، يعني نقص شويه ديال السكر بحال المهم غادي نقص السكريات والنشويات بحال الخبز بحال الروز وداكشي، غادي نحاول نقص منهم شويه بشويه. الا حيدت غير 200 غرام كل سيمانه حتى نوصل انا كنبغي الميزان ديالي اللي انا كنبغيه وكيعجبني هو بين 62 و 63، يعني ما خصنيش نطلع فوق 63، ما خصنيش ننزل تحت من 62، يعني كنلعب بين 62 و 63. يعني هذا داكشي يعني 63.1 هاد 100 غرام هادي نقدر نقول لكم ننزلها في يومين، نقدر ننزلها واخا انني ناكل، يعني ناكل بحال شتو الفطور ديالي مع هذا الغداء ما كان ما عنديش شهيه. كليت لي فخوي، ملي فخويتهم راهم فيهم السكر. غادي ناخذ هادشي ومن هنا البلات، يعني شحال باقي دابا واحد ساعه على الماكله. دايره الدجاج والخضره، الدجاج والخضره غادي نشوف واش نقدر ناكل ولا لا. جو فوا
فوالا هادشي اللي كاين. يلا الغزالات ما نطولش عليكم الفيديو. تهلاو لي فريوسكم، تهلاو لي في صحيحتكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.